مساء النور مشاهدي قناة سي تي في، واهلا بيكم في حلقة جديدة في برنامجكم في النور. لسه مخلصين اجازة نهاية الاسبوع، ودي اول حلقة في الاسبوع الجديد. عندنا العديد والعديد من الاخبار والقضايا اللي بتهم حضراتكم، لكن في البداية خلونا قبل ما نبتدي نرحب بيوستينا. ازيك يا يوستينا؟ ازيك يا مايكل، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان ومتابعي برنامج في النور. مرحب بحضراتكم واولى حلقات الاسبوع، وعندنا مواضيع كتير واخبار كتير، ولكن في البداية عايزين نتكلم على كل حد عنده ذهب أو بيحب يشتري الذهب الفترة اللي فاتت وهو بيتابع الأسعار. خلال شهر 5 وشهر 6 شفنا انخفاض كبير جدا في أسعار الذهب، وصل تقريبا ل 260 جنيه، فده رقم يعتبر مش قليل في ظل ان احنا كنا شايفين سعر جرام الذهب كسر الألف جنيه، فيرجع ينخفض بالنسبة دي. فطبعا كل الناس اللي عندها ذهب قلقت شوية، وبدأت اللي اشترت غويشة ولا سلسلة كده بدأت تقلق، طب ايه انا كده ما استفدتش ولا ايه؟ لكن كمان على فكره برضو اصل هو موضوع الذهب ده بالنسبه لنا احنا كمصريين يعني مهم جدا، مش بس يعني انا بشتري غويشه وسلسله وكده، لا كمان هو مهم لان احنا بنعتبره جزء من اجزاء الاستثمار. يعني انا ممكن اكون الذهب بالنسبه لي ده انا مش عارف اجيب ايه، او يعني معايا فلوس وانا خايف بالنسبه يعني الاقتصاد العالمي اللي كل شويه بيحصل فيه مشاكل، فانا ممكن عشان اكون خايف شويه فاروح اجيب ذهب. تلاقي ناس برضو كتير يعني الذهب بيخش في حياتنا بشكل كبير قوي، سواء بقى لو انت بقى خاطب او انت هتتجوز او اي حاجه من الحاجات دي، فاكيد الذهب هيخش في الموضوع ده. برضو فكره الهدايا، يعني اي حد عايز اتكلم على فكره الهدايا وفكره الشبكه، اعتقد يعني دي الميزه اللي ممكن تكون الشباب يعني انتفعوا بيها خلال الفتره اللي فاتت، في حاله ان هم معاهم فلوس يشتروا شبكه اصلا. يعني احنا بنتكلم دلوقتي يعني في رفاهيه ان الحد يكون معاه فلوس يجيب شبكه، لكن يعني زي ما قلنا كده سعر جرام الذهب مثلا 21 كان واصل ل 1250، حاليا مسجل حوالي ما بين 980 ل 990 جنيه، فاحنا شايفين انخفاض في اسعار الذهب. فهل الانخفاض ده هيستمر؟ ولكن في ظل ان الانخفاض موجود وده بيرتبط بفكرة ان احنا طب نستثمر في الذهب، نشتري ذهب ولا لا، وده هيكون سؤال حلقتنا لحضراتكم النهاردة. في ظل تراجع سعر الذهب لحوالي او بحوالي 250-260 جنيه، هل هتستمروا في شراء الذهب وان انتوا تستثمروا في الذهب، ولا ممكن تحولوا استثماركم لاي قطاع اخر سواء بقى البنوك، العقارات، او اي حاجه تانية؟ اكتبوا لنا في التعليقات ويهمنا نعرف وجهه نظر حضراتكم. رايك ايه؟ بص، هو فكره الاستثمار دايما في موضوع زي الذهب هي يعني عارف فكره لو انا عايز استثمر في حاجه مشغلش بيها دماغي. يعني في ناس بتعتبر ان الاستثمار في حاجه زي الذهب او العملات استثمار، بيقولوا كده عليه استثمار غير منتج، او اللي هو الاصول غير المنتجه، اللي هو انا ممكن اكون بصرف فيها فلوس بس هي في الاخر مش بتجيب لي فلوس، مش زي مثلا لما اجيب شقه مثلا ممكن اجرها. فانا طبعا لو ينفع استثمر في حاجه تبقى اصول منتجه، اللي هو مثلا حاجه هتجيب لي هي فلوس في حد ذاتها، فده طبعا يكون شيء كويس جدا جدا. انما فكره ان انا استثمر في حاجه باصل ثابت زي الذهب ده، محتاج ان انا عشان استثمر فيه بجد ما افكرش ان انا ابيعه مثلا في الايام القليله، ما فكرش ان انا ابيعه مثلا في مده مثلا شهور او سنين، لا محتاج ان انا اسيبه كتير قوي عشان في الاخر يقدر ان هو يكون بيدخل لي استثمار كويس. فده طبعا يعني رايي الشخصي، يعني اكيد برضو احنا ممكن يكون برضو معانا خبراء النهارده يجاوبونا اكتر على السؤال ده ويجاوبونا اكتر برضو ويعرفونا اكتر هل الموضوع هيكون فيه زي يعني نقول فرصه دلوقتي اني استثمر مثلا، ولا الموضوع لا هو مخاطره ممكن يكون نازل اكتر من كده. يتتوقع حركة الشراء هتكون عاملة ازاي؟ الناس هتبقى شايفة ان سعره قل فهتشتري، ولا تبقى قلقانة ان سعره يقل اكتر الفترة الجاية؟ في الحقيقه انا عامه هاخد الموضوع فرصه بجد، يعني هو احنا ما فيش حد ضامن حاجه، زي ما بقول لك يعني عصفور في اليد خير من 10 على الشجره. لو انت يعني هتتجوز او لو انت بتفكري تجيبي هديه، فانا اعتقد ان دي من ضمن الاوقات، وده رايي شخصي انا مش محلل يعني اقتصادي، انا اعتقد ان دي من ضمن الاوقات الكويسه. طالما في حاجه نزلت احنا مش بنشهد الموضوع ده كتير، طالما في حاجه سعرها قل انت ممكن تروح وتجيبها، يعني ده وجهه نظر شخصيه، بدل ما تغلى تاني وتقول يا ريتني كنت جبت. يعني اعتقد كمان كانوا الخبراء بخصوص فكره الاستثمار والكلام ده كله زي ما انت قلت بالظبط، ان الذهب يعني هو مش استثمار على المدى القصير، لا ده على مدى طويل، ويعني طبعا هو مرتبط ببورصه عالميه واسعاره بتتحرك او بتتغير على اساس البورصه دي، ولكن على فترات طويله بتبان اكتر يعني قيمه الاستثمار ده بخصوص الذهب. صحيح، وخلي بالك برضه هو الموضوع مرتبط برضه بشكل كبير جدا بان ده يعني سوق عالمي، يعني هو موضوع ممكن يعني ملوش علاقه اصلا باي حاجه ليها علاقه باقتصادنا.
اقتصادنا مثلا دلوقتي. لا، هو في مشكله في السوق العالمي كله يعني بخصوص الذهب بالذات، وفي بلاد اصلا كتير ابتدت يكون مخزونها الاستراتيجي اصلا او سعر العمله بتاعتها مربوط بسعر الذهب بشكل كبير جدا، زي روسيا في نتيجه الحرب الروسيه الاوكرانيه. فده طبعا بيأثر بشكل كبير جدا على المتوافر من الذهب وعلى العرض والطلب اللي موجود عليه اصلا، وده اللي بيغير في سعره بشكل كبير جدا في العالم. وده كله احنا متأثر بيه، وبيتأثر بيه البلاد اللي بتتخذ من الذهب زي كده نوع من انواع السلع الاستهلاكيه اللي بيستخدموها في حياتهم اليوميه، زي مصر كده بالظبط. احنا بنحب الذهب، بنحب ان احنا نجيبه، وبنحب ان احنا نقتنيه، وبنحب ان احنا نستثمر فيه يمكن اكتر من بلاد كتير قوي. وعشان كده الموضوع بالنسبه لنا احنا كمصريين، فكره الذهب بالذات، لا هو فكره من الحاجات المهمه او من الحاجات الاساسيه اللي احنا بنفكر ان احنا نجيبها، وخصوصا يعني في الوقت اللي احنا بنكون فيه بنكون حياتنا، او زي ما قلنا كده مثلا انا عايز ادي حد هديه. ودايما عندنا الفكره دي يا سينا، اللي هو انا بجيب حاجه تعيش العمر كله. يعني دايما الناس متخيله هو الذهب ده انا هجيب حاجه بعد 20 سنه هلاقيها. ايوه، وده بينطبق على الذهب وقيمته بتفضل فيه. يعني ما حدش بيجيب ذهب بعد كده يرميه مثلا او يركنه وينساه، لا، بيبقى دايما شايف ان دي حاجه يعني ليها قيمه، فبالتالي بيحاول ان هو طول الوقت يقتنيها ويحافظ عليها كمان في حاله ان هو بيقتنيها. خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر ليها علاقه باسعار الذهب ووضع السوق حاليا وكل هذا الموضوع. بينضم لينا على التليفون الاستاذ عمرو المغربي، عضو مجلس اداره شعبه الذهب. مرحبا بيك استاذ عمرو. يعني احنا شايفين حاليا على مدار الشهرين اللي فاتوا، شهر 5 وشهر 6، في تراجع في اسعار الذهب. ايه اسباب التراجع او الهبوط اللي حصل بشكل كبير في الفتره دي؟ تمام. هو احنا طبعا في الاسباب الارتفاع، يعني الناس كلها عارفاها، كانت بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه مع تحرير سعر صرف الجنيه امام الدولار. ده ادى لارتفاع سعر الذهب عالميا ومحليا، مع استقرار الاوضاع بره شويه الى حد ما. الحرب ما انتهتش، بس الى حد ما المده مستقره. في بقى عندنا زياده الفايده في البنك المركزي الامريكي، ده خلى يبقى في حل من الطلب على الدولار من المستثمرين الاجانب ومن الدول، بحيث ان هم يستفيدوا من الفايده العاليه في امريكا. فطبعا ده بدا يؤدي لانخفاض الطلب على الذهب عالميا في الفترة الحالية، فده أدى لانخفاض سعر الرؤية، بتوصل دلوقتي ل 1807، بتسجل سعر عيار ال 21 990 جنيه، وسعر ال 18 848 جنيه. تمام. طبعا ده حالة من الهبوط المؤقتة، لازم بتحدث بعد الارتفاع الشديد، لازم بيحدث هبوط وبيرجع تاني يعاود الارتفاع يعني. بس على رأس انت دي ما نقدرش نتوقعها، بس يعني ممكن تبقى في الفترات القادمة يبقى في ارتفاع تاني لسعر الذهب. طيب يا استاذ عمرو، يعني هل نتوقع كده ان دي ممكن تكون فرصة كويسة للاستثمار في الذهب، ولا ممكن نشهد انخفاض تاني مثلا يكون فيه استثمار احسن من كده شوية؟ هقول لحضرتك على حاجة، هو كل وقت هو وقت مناسب للاستثمار في الذهب، ما دام انا معايا فائض من المال ان انا ادخر في حاجه زي الذهب، فده بيبقى احسن استثمار. الذهب مهما نزل او ركز بيرجع تاني للنقطه العاليه اللي هو كان فيها، ولازم يعديها تاني. اوكي. واحنا بنقول للناس ان الادخار في الذهب بيبقى على المدى الطويل وليس المدى القصير. يعني ما اجيبش ذهب واقول انا عايز ابيع بعد شهر او شهرين وعايز اكسب منه. لا، انا بسيب المينيمم بتاعي سنه عشان ابتدي اشوف عائد كويس والاقي فيه ارباح. عايز اسال حضرتك على وضع التجار في يعني بخصوص صناعه الذهب، وهم يعني الفتره اللي فاتت هل اتاثروا بالانخفاض اللي حصل ده، ولا بالنسبه لهم يعني ما كانش فيه تاثر كبير؟ اقول لحضرتك الفكره في اللي بيتاثر من تجار الذهب، لما بيكون في تذبذب في الاسعار ده بيحدث تذبذب برضو عند الناس، يا ترى اشتري دلوقتي ولا ابيع ولا استنى شويه، فده طبعا بيحدث حاله من الركود للفتره اللي بتبقى فيها تذبذب. اول ما بتبقى فيه استقرار شويه للسعر سواء على العادي او على المنخفض، بتبتدي الناس تلجا للشراء. لكن طول ما هو بيطلع وبينزل كده كل يوم او كل يومين في ارتفاعات وهبوط، الناس ساعتها بتبقى مقلقه، يعني اشتري دلوقتي ولا استنى يمكن ينزل تاني، طب انا خايف اشتري يمكن يطلع او ينزل، فتبقى فيه تذبذب. فبتحصل طبعا حاله من الهدوء شويه في حركه البيع والشراء في السوق المحلي، وبعد كده اول ما بيبقى فيه استقرار في الاسعار خلاص الناس ترجع تشتري تاني. تمام. طب بعد الخبر بتاع النهارده ده، يعني سعر الذهب نزل، هل الاسواق النهارده شهدت اي تغيير شويه؟ يعني هل في ناس مثلا كانت نازله بقى بتحاول ان هي تجهز نفسها، او الناس عايزه تجيب هدايا، هل في الكلام ده كان ظاهر النهارده في السوق وفي ناس مثلا حاولت تستغل فرصه زي دي؟
احنا في حاله انقطاع دي بقى لنا فتره، يمكن داخلين في اسبوعين في حاله انقطاع، يمكن اليومين اللي فاتوا بس كان في انخفاض شديد للعيار 21 وصل ل 985. من امبارح النهارده طلع ل 990، طبعا بسبب نشهد حاله من الذواق شويه، الناس بتبتدي تقول خلاص كده سعر كويس احسن ما كان في ال 1200 او 1215 وال 1150، فطبعا لما بينزل ل 990 الناس بتبتدي تطمن ان هو كده سعر مناسب، ما فيش توقعات ان هو ينخفض اكثر من كده بصراحه. تمام. مع طبعا دخول العيد والاجازات الصيفيه السنويه، فطبعا بيبقى في حاله من الرواج اكثر في شراء الذهب، سواء للهدايا او للشبكات او العاملين بالخارج اللي راجعين وبيشتروا هنا هدايا او كده، بتبقى وقت في رواج شويه في السوق المحلي المصري. يعني بالتالي نقدر نقول ان الشراء اكتر، خاصه كمان احنا يعني وقتنا بيتزامن مع اعياد ومناسبات، الناس بتحب تتهادى بالذهب ويعني بمختلف الهدايا اللي من النوع ده. يعني عايزين نتكلم بقى على الفتره الخاصه بالاعياد، الاسعار ممكن تكون عامله ازاي؟ هل في يعني اشكال جديده وموديلات جديده في الذهب، ولا السوق حاليا نتيجه ان الفتره اللي فاتت كان في تذبذب مفيش اشكال جديده او موديلات جديده؟ استاذ عمرو. طيب احنا يبدو ان احنا فقدنا الاتصال. على كل حال بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عمرو المغربي، عضو مجلس اداره شعبه الذهب. وكده زي ما سمعنا فكره الاستثمار في الذهب زي ما اكدنا هي بتبقى يعني استثمار على المدى الطويل، مش ان احنا هنشتري ونبيع الشهر الجاي او الشهر اللي بعده، لا بيبقى لازم في فكره المده الاطول. بالظبط. بس برضو على كلام استاذ عمرو خلي بالك، برضو هو قال معلومه كده مهمه، قال ان هو ما يتوقعش على كلامه ان هو الذهب ينخفض سعره اكتر من كده، فممكن دي تكون فرصه كويسه يعني لو انت بتفكر قبل العيد انك تاخد اي خطوه رسميه او اي حاجه زي كده، فممكن دي تكون الخطوه المناسبه يعني. سيب بقى موضوع الذهب ونسيب بقى موضوع بقى الافراح والاعياد وكل الكلام ده، ونرجع ونشوف الاخبار اللي معانا النهارده. ويمكن من اكتر او من اهم الاخبار الموجوده معانا النهارده هو ان قداس بابا طهرس الثاني كان موجود النهارده بيعمل قداس العيد في دير قديس الانبا بشوي بوادي النطرون، وتم رسامه 9 اسس جداد. فطبعا يعني القداس الالهي ده اللي هو يتم التكليل فيه او يتم يعني رسامه 9 اسس جديده، ده طبعا حدث كبير جدا. احنا مش بنشهد كل شويه ان احنا بنكون بنخرج يعني زي دفعه كبيره كده من الاسس. الاسس دي هدفها الاساسي او هتكون بتخدم في مناطق القاهره والقاهره الكبرى، وكمان في منهم هيكون بيسافر بره البلد عشان يكون بيخدم في افريقيا. بالظبط الاماكن اللي موجوده فيها ان هيكون في 7 منهم في القاهره والقاهره الكبرى، وهيكونوا موجودين في مدينه الامل، عين شمس، مدينة ناصر، العبور الجديدة، وفي 2 هيروحوا يخدموا في أفريقيا، ويكونوا موجودين في البلاد المتحدثة بالفرنسية اللي هم الجابون وزيمبابوي. طبعا يعني بنتمنى لهم كل التوفيق طبعا في خدمتهم الجديدة، نتمنى لهم طبعا يعني أن ربنا يستخدمهم دايما علشان يقدروا يخدموا الشعب بشكل كويس جدا. طبعا يعني بنشكر برضو قداسة البابا على دايما أن هو يكون موجود وأن هو بيكون بيلبي احتياجات الكنيسة، سواء كانت هنا في القاهرة أو في مصر أو كمان بره مصر. طبعا سعداء ان كنيستنا بتكبر وان بتتوسع في خدمتها، مش بس شايفين كهنه في المناطق عندنا في مصر الجديده او ان يعني مناطق زي القاهره الجديده اللي محتاجه، لكن كمان في القاره الافريقيه كلها. فطبعا يعني حدث جميل، وكل شعوب الكنائس دي بتكون مستنيه الخادم الجديد او الكاهن الجديد اللي هيكون بيخدم رعيته في المكان الجديد. نروح لاهم اخبار برضو النهارده وبحيره المنزله. من فتره كنا شايفين رئيس الوزراء بيتابع أهم الأعمال اللي بتحصل في البحيرة والتطوير الخاص بالبحيرة. خلينا نقول لحضراتكم أن البحيرة دي بتعتبر مصدر رزق لصيادين كتير جدا، ففكرة أن احنا بنطور بحيرة دي مش مجرد يعني من نوع من أنواع أن احنا بنهتم بشكل جمالي أو غيره، مش ضد أن احنا نهتم بأن يكون عندنا بحيرة شكلها حلو، لكن كمان بيكون في منها فايدة وعائد اقتصادي مهم جدا. وإحنا مش بنهتم بالبحيرة بس أن احنا بننقيها وبنطورها والكلام ده كله، لكن كمان بنهتم ان احنا نطور المكان المحيط بيها علشان تكون مكان سياحي، بيكون كمان متوفر الخدمات للصيادين اللي بيشتغلوا في المنطقه دي. فالنهارده الرئيس السيسي كان بيوجه باستمرار كل اعمال التطوير في بحيره المنزله، وطبعا سواء بقى مراسي، مراكب صيادين يزودوها بالخدمات، ويكون في تجمعات عمرانيه، تجمعات سياحيه علشان يرفع مستوى معيشه كل الناس اللي موجوده هناك. كمان بيشمل فكرة تطوير البحيرة
الجوانب البيئية. علشان ننقي مية البحيرة لازم يكون في مشروعات بتشتغل على تنقية المية، إن هي تجددها طول الوقت من البحر المتوسط، وده من ضمن أهم المشاريع اللي موجودة في بحيرة المنزلة علشان تكون ذات جودة على المستوى البيئي كمان. طبعا ده بيأثر على جودة العمل في البحيرة، فبكل تأكيد يعني احنا شايفين مشروع مهم جدا وفكرة الاهتمام به، واحنا يعني لازم نكون عارفين ان بينفق مبالغ كبيرة جدا على تطوير البحيرات اللي من النوع ده، فالحقيقة سعداء بمثل هذه المشروعات. ده حقيقي، ويعني برضو يمكن فكرة اللي هو ايه دلوقتي الدولة بتتبنى سياسة جديدة، هو فكرة ان احنا نطلع بقى برا الحاجات المألوفة وبرا الحاجات اللي احنا كلنا موجودين فيها وبرا الحاجات اللي احنا عارفينها، ونطلع بقى ونستثمر في اماكن تانية، مش بغرض ان احنا نكون بنستثمر فيها لأغراض اقتصادية، لا كمان بغرض ان احنا نعيش فيها. يعني من ضمن اهداف الدولة الفترة الجاية هو ان احنا نأهل اماكن جديدة للسكان تكون مختلفة عن فكرة القاهرة واسكندرية والخط اللي ماشي حوالين النيل، وتكون يعني بتشمل سكان جداد، لان ده فكرة التنمية اللي احنا عايزينها، يعني ان احنا نكون بنتوسع في اماكن جديدة. يمكن برضو من ضمن الاخبار موجودة معنا النهاردة، لما نرجع كده ونبص على الايام اللي فاتت كلنا حسينا بحر شديد جدا 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 طبعا، وخصوصا امبارح، وناس تسألت كتير هو الحر ده طب اخرته ايه، وناس ابتدت تقول لا ده كمان كان فيه رطوبة عالية جدا، ويمكن حتى بعض الناس ابتدت تتكلم على ان الرطوبة كانت عالية لدرجة ان انا خلاص انا مش عارف اتنفس، كانت رطوبة بحرارة عالية جدا وخصوصا في اوقات الظهيرة. فطبعا ناس كتير بقى بتسأل طب هو الموضوع هيخلص على ايه، او الدنيا دي تخلص امتى. لكن يعني الصراحة احنا جايين النهاردة نقول لكم يعني استعدوا للأسوأ، وده على كلام الهيئة العامة للأرصاد الجوية ان الطقس ده او هذا الطقس هيستمر من السبت النهاردة لحد يوم الخميس. فطبعا يعني اسبوع هيكون في درجة حرارة عالية جدا خصوصا على وجه إبلي، او الوجه الإبلي يعني جنوب البلاد، وكمان جنوب سيناء هيكون يعني حر شوية او يعني حر اكثر يعني على القاهرة ومناطق الساحل الشمالي. فطبعا درجة حرارة مع فكرة الرطوبة اللي بتعلي درجة الحرارة درجتين أو ثلاثة، مع كل الكلام ده أكيد طبعا الأوضاع مش هتكون في أحسن حاجة، وده كله نتيجة حاجة اسمها منخفض الهند الموسمي. عشان نعرف أكتر عن الموضوع ده وعشان نعرف نعمل أكتر في جو الحر ده، معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية. بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. حضرتك ممكن تكلمنا بقى على الطقس اللي احنا بنشهده دلوقتي، ويا ترى الطقس ده ليه موجود بالشكل اللي احنا شايفينه وبنشهده؟ هو احنا بالفعل نقول درجات الحرارة بتكون حول المعدلات الطبيعية لسه هذا الوقت من العام. احنا فصل الصيف اللي دايما معروف بارتفاع نسب الرطوبة، لان احنا بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، فطبعا بمرورها على البحر المتوسط بتتحمل بكميات كبيره من بخار الميه، فبنحس بارتفاع نسب الرطوبه خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل، ويمكن ده العامل المهم والاساسي اللي بيخلينا نحس بارتفاع درجات الحراره. الاسبوع الماضي كان متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى ما بين 33 و 34 درجه مئويه، لكن ارتفاع نسب الرطوبه اللي بدانا نشعر به في الجو اللي بدا كمان يزداد تدريجيا من يوم ليوم، ده اللي بيخلينا نحس بارتفاع كبير في درجات الحراره، اعلى دايما من القيم اللي احنا بنقولها بحوالي من درجتين لثلاث درجات، بالاضافه كمان في زياده لفترات شطاع اشعه الشمس، فبالتالي تعرض لاشعه الشمس بيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. متوقع خلال هذا الاسبوع وابتداء من اليوم يكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، مش هيبقى ان شاء الله ارتفاع ملحوظ بحوالي من درجه لدرجتين، يعني متوسط درجات الحراره خلال هذا الاسبوع هنبدا ب 35 درجه مئويه، من 35 ل 36 درجه مئويه مع نهايات الاسبوع. الاجواء ما بين اجواء حاره الى شديده الحراره فترات النهار، خلال فترات الليل بيكون في نشاط للرياح بيساعدنا على عدم الاحساس بنسب رطوبه، فبالتالي ما بنحسش بارتفاع كبير في درجات الحراره، الاجواء معتدله تماما خلال فترات الليل. يمكن الاجواء دي مستمره معانا زي ما قلنا على مدار هذا الاسبوع، لكن مهم جدا نعرف ان احنا المناطق القريبه من السواحل الشماليه او القريبه من البحر المتوسط نسب الرطوبه فيها عاليه، لكن درجات الحراره فيها طبعا بتبقى اقل من القاهره. يمكن اعلى مناطق بيبقى موجود فيها درجات حراره هي طبعا جنوب البلاد زي الاقصر واسوان، بتتجاوز 40 درجه مئويه، لكن نسب الرطوبه فيها بتبقى اقل طبعا من المناطق الشماليه، فنسب الرطوبه بتختلف من منطقه لمنطقه وبالتالي تاثيرها بيختلف من منطقه لمنطقه. بالاضافه كمان طبعا التعرض لاشعه الشمس المباشره بيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، عشان كده دايما بننصح في الفتره دي، ويمكن احنا بذروه فصل الصيف شهر 7 وشهر 8 واللي دايما معروفين بارتفاع كبير في نسب الرطوبه، مهم جدا فتره الظهيره نتجنب اشعه الشمس المباشره من الساعه 12 الظهر
للساعة 4 العصر. المهم طيب. احنا لو احنا في الشارع في الفترة دي دايما معانا غطاء للرأس شخصية او كده. طيب دكتور، بما ان يعني اغلب الاطفال خلصوا امتحانات والاسر بدات ان هي تسافر علشان تصيف والكلام ده كله، احنا كمان مقبلين على موسم اعياد واجازات، حضرتك بتنصحي يعني ايه المحافظات الانسب ان هي تكون مصيف بالنسبه للفتره الحاليه في ظل ان احنا شايفين في ارتفاع لنسب الرطوبه خاصه على يعني المدن اللي بتطل على البحر؟ يمكن هي المناطق الساحليه طبعا، لان المناطق الساحليه رغم ان في ارتفاع نسب الرطوبه لان درجات الحراره طبعا مش زي القاهره الكبرى او المناطق الموجوده في جنوب البلاد، خاصه المناطق المطله على البحر المتوسط، بالاضافه كمان ان احنا خلال فترات النهار وفترات الليل بيبقى في حاجه اسمها نسيم البر والبحر، يبقى لاحظ كده وجود نشاط رياح ما بيساعدش بالشكل الكبير على احساس نسب الرطوبه، هو فقط ان احنا نتجنب اشعه الشمس، ده مش هيخلينا نحس بارتفاع درجات الحراره. لو احنا كمان ابتدينا ملابس فاتحه اللون قطنيه ده طبعا مش هيساعد على امتصاص اشعه الشمس، فبالتالي مش هحس بارتفاع درجات الحراره. نقدر نستمتع بالاجواء على البحر الاحمر او البحر المتوسط، لكن دايما ناخد بالاحتياطات وبالنصائح عشان ما نحسش بارتفاع درجات الحراره. تمام. دكتور، حضرتك ذكرتي كده من شويه ان احنا دلوقتي بنشهد المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت، هل طيب في مثلا وقت ممكن يعدي علينا ونحس بقى بذروة الصيف أكتر من كده؟ هو يعتبر شهر 7 وشهر 8 هو ذروة فصل الصيف، حتى يعني متوسط درجات الحرارة خلال الشهرين بيكون ما بين 35 وال 37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ده طبعا درجة الحرارة المحسوسة في الظل، المحسوسة بتبقى أعلى كده مع ارتفاع، أعلى من كده مع ارتفاع نسب الرطوبة، لكن أكيد في بعض الأيام هنشهد طبعا فيها ارتفاعات ملحوظة، في بعض الأيام بسبب تأثرنا ببعض الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا ممكن نشهد معاها يعني تحسن في درجات الحرارة، ما نقدرش نقول انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره، لكن تحسن في درجات الحراره، لكن دي المعدلات الطبيعيه، هو اللي بيخلينا نحس اكتر، وطبعا ارتفاع نسب الرطوبه، وزي ما قلنا هي ذروتها شهر 7 وشهر 8. تمام. تمام، يعني متشكرين لحضرتك يعني دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، كنت معانا هنا وشوفتينا كتير عن حالة الجو دي، أكيد حسيتي بيها حالة الجو دي يا رسيم، صح؟ يعني عرفنا إن إحنا خلاص الشهرين الجايين مقبلين على فترة هنستمتع فيها جدا بالشمس وبالحرارة الجميلة، لكن خلينا نقول نبص للزاوية الكويسة إن أي حد هيصيف أو هيسافر هيكون الجو بالنسبة له ألطف كتير على السواحل سواء عند البحر المتوسط أو عند البحر الأحمر. خلينا نروح بقى بعد ما تم إعلان إن محمد صلاح بيوقع وبيجدد عقده مع ليفربول، امبارح شفنا كلنا صور صلاح وهو بيعلن تجديد عقده مع ليفربول، بيوقع حافي القدمين، وده كان موضوع لافت جدا كمان على مواقع التواصل الاجتماعي، بيجدد عقده لحد 2025 مع ليفربول. قيمة العقد هي دي اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهاردة. كنا شايفين أخبار متداولة عن أن قيمة عقد صلاح هتكون 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، ودي بتعتبر أزيد كتير من يعني عقده السابق كان 200 ألف جنيه استرليني، ولكن النهاردة تقارير صحيفة الديلي ميل بتقول أن قيمة عقد صلاح هي 400 ألف جنيه استرليني. طيب لما نيجي نقارن بقى كده ببقية اللعيبة سواء في الدوري الإنجليزي أو على مستوى العالم، هنلاقي أن صلاح هو أعلى راتب في الدوري الإنجليزي وبيتخطى كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، وكمان بيتخطى البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، فاحنا بالتالي بنتكلم عندنا لاعب بيعتبر قيمته اعلى قيمه في الدوري الانجليزي. طيب بالنسبه على مستوى العالم هو رابع اعلى لاعب في العالم كله، طبعا بيسبقوا ثلاثه في باريس سان جيرمان، خلينا نقولهم لحضراتكم امبابي، وكمان عندنا ليونيل ميسي ونيمار، دول اعلى ثلاث اجور او اعلى ثلاث عقود في العالم، وبعدهم صلاح. فمتخيلين لما احنا يكون عندنا لاعب مصري وصل لهذه القيمة على مستوى العالم، يعني بعيدا بقى عن فكرة ان احنا كلنا بنتجادل على كان لابس ايه او مش لابس ايه والكلام ده كله، لكن نبص يا جماعة لقيمة محمد صلاح وصلت لفين. خلينا نتعرف على يعني طبيعة رقم الراتب او على طبيعة قيمة العقد، وبينضم لينا الأستاذ أحمد ناصر الناقد الرياضي. مرحب بيك يا أستاذ أحمد. مرحب بيك وبكل مشاهدينا. أستاذ أحمد، إحنا كنا شفنا مبارح أن قيمة العقد الجديد لصلاح هو 350 ألف جنيه استرليني، لكن النهاردة ديلي ميل بتقول أن هو 400 ألف جنيه، يعني إيه صحة هذا الموضوع وهل هو 400 ألف ولا 350 ألف؟ طيب خلينا في البداية نتفق أن الأرقام الرواتب لعيبة الكورة
غير معلنه من الانديه، يعني هي مش ارقام رسميه، هي بتبقى تكهنات من الصحافه ويعني تسريبات من الانديه بشكل ما، يعني من الموظفين داخل الانديه او كده، ولكن هي مش ارقام رسميه، يعني سواء اتقال 350 او اتقال 400,000 فدي مش رقم معلن، يعني هو مش زي مده العقد او زي قيمه الانتقال. تمام. وبالتالي هو الرقم مفيش حد يقدر يقول ان هو الرقم ده هو اللي هو بياخده فعلا. بالنسبه لفكره 350,000 استرليني او 400,000 استرليني، ففي حاجه بتبقى راتب ثابت، تمام، وفي اجزاء بتبقى متغيره بحسب الاداء او بحسب الارقام اللي بيقدر اللاعب يحققها او البطولات اللي بيقدر يحققها، وبالتالي الرقم يعني متغير بشكل ما. يعني هو قد يكون 350,000 استرليني اسبوعيا ده الرقم الثابت، و 400,000 استرليني هو الرقم اللي يقدر يوصل له لو استوفى كل الشروط والمتغيرات زي عدد الاهداف زي المشاركات الحاجات دي كلها. وكده صلاح يكون اقترب من الرقم اللي هو كان عايزه اصلا، هو كان طول الوقت بيتناقش مع ليفربول على 400,000. هو الكلام برضو اللي كان على يعني من المصادر المقربه في انجلترا ان في البدايه محمد صلاح كان عايز يوصل ل حوالي 450,000 استرليني، ولكن لا يعني لو هي وصلت ل 400,000 زي ما حاليا الكلام من ديلي ميل فطبعا هو رقم قريب جدا يعني، ولكن في نفس الوقت هو محمد صلاح ووكيله كانوا بينفوا ان الموضوع ملوش علاقه بالرقم، يعني كانوا دايما بيقولوا ان في حاجات تانية داخل التعاقدات ومش هنفتح عنها يعني، ولكن بالطبع يعني فكره الفلوس ما تبقاش هي فلوس قد ما بتبقى تقدير من النادي، يعني هم شايفين اللاعب فين، يعني انت متمسك بيها لحد ايه. وبالتالي طبعا محمد صلاح هو اللاعب الافضل في ليفربول وفي الدوري الانجليزي ومن افضل اللاعبين في العالم، وبالتالي ليفربول يعني كان من الطبيعي ان هو يتمسك بيه جدا في ظل تجديد مشروع الفريق، يعني بعد رحيل ساديو ماني والتعاقد مع داروين نونيز وقبليه لويس دياز وديجو جوتا. اكيد استاذ احمد. طيب برضه لما جينا كده وتابعنا التعليقات يعني وشفنا الناس كاتبه ايه او الناس شايفه الخبر ازاي، ناس كتير جدا جدا كاتبين او يعني شايفين ان ده كان احسن قرار اخده محمد صلاح في التوقيت ده، هل حضرتك شايف كده برضه ان ده يعد يعني من احسن القرارات لمحمد صلاح؟ انا شايف كده جدا. محمد صلاح لو كان مشي من ليفربول كان هيبقى خساره كبيره جدا لمحمد صلاح قبل ليفربول، يعني ليفربول بالطبع كان هيخسر اهم نجم وهداف ليه في السنوات الاخيره، ولكن في اعتقادي وطبعا يعني كل شيء ما حدش عارف المستقبل، ولكن محمد صلاح تواجده في ليفربول مكان هو بقاله 5 سنين ناجح فيه بشكل رائع، معتاد على الفريق، الجماهير بتحبه جدا بشكل رائع، بيقدم ارقام وبيقدم مستوى، بالتالي كان تغيير الفريق وان هو يروح فريق في انجلترا كانت هتبقى كارثه حقيقيه على محمد صلاح بسبب طبعا فكره الجماهير، وجماهير ليفربول جماهير مش سهله يعني جماهير متعصبه جدا، وبالتالي ما كانتش هتسمح ان هو يروح نادي ثاني داخل انجلترا، ولو كان خرج من انجلترا كان هيبقى بريق اقل، يعني سواء في اسبانيا او في فرنسا او في اي دوري ثاني الموضوع كان هيبقى مختلف يعني. طب خلينا نتكلم على رحيل ساديو ماني من ليفربول، هل ان ماني مشي ده سهل من فكره تجديد العقد مع صلاح؟ وكمان عايزين نتكلم على غياب ماني نفسه عن ليفربول وتاثيره على اداء الفريق. والله انا في اعتقادي يعني شايف ان لا مالوش علاقه رحيل ساديو ماني بتجديد عقد محمد صلاح، لان يعني محمد صلاح كده كان التفاوض معاه بقاله فتره طويله، ساديو ماني هو اللي ما كانش في تفاوض معاه، وده كان احد اسباب ان هو نفسه مشي، ان هو شاف ان النادي بيفاوض محمد صلاح اللي عقده هينتهي في يونيو 2023 في حين ان هم ما اتكلموش معاه هو في اي تجديد عقد، وهو برده عقده كان هينتهي في يونيو 2023. محمد صلاح كده كان ليفربول يعني عايزين يجددوا عقده، وكده كده هو كانوا مهتمين بيه هو كاولويه، وبالتالي رحيل ساديو ماني ما اعتقدش ان هو السبب ابدا، يعني هو بس كان فكره التواصل والاتفاق بين النادي ومحمد صلاح، لان الشركه المالكه المجموعه الرياضيه المالكه ليفربول مجموعه فانويل الامريكيه ليه عندها هيكل معين للرواتب، مش زي نادي مثلا زي باريس سان جيرمان اللي هم بيقدروا يدوا رواتب ضخمه جدا وعندهم تفاوت في الارقام، لو هم عاملين هيكل رواتب ما بيحبوش يغيروه عشان ما يضطروش يعني يرضوا بقيه اللاعبين بان هم يزودوا رواتبهم، وبالتالي الانفاق بتاع الفريق على الرواتب يبقى ضخم. اكيد بقى يا استاذ احمد دلوقتي طبعا يعني بعد ما خلاص صلاح مضى كل الناس بقى مستنيه ان الدوري الانجليزي يرجع تاني يعني، فاحنا برضو حابين نطمن كام حضرتك ونعرف يعني ايه اخر اخبار الدوري، هل في مواعيد رسميه ان هو يبتدي فيها؟ طبعا الدوري الانجليزي خلاص هيبتدي في شهر 8 النص الاول من شهر 8، الدوري الانجليزي دوري منتظم بشكل يعني يتقاس عليه الساعه والتواريخ،
طبعا الجدول نازل بقاله فتره وكده كده الفريق بيستعد. الصفقات حاليا نقدر نقول ان تواجد صلاح ده لوحدها صفقه لفريق ليفربول، صفقه جديده هتدي دفعه قويه جدا للفريق. تعاقدهم مع داروين نونيز واحد من افضل المهاجمين في العالم هتدي الفريق دفعه قويه جدا برضه عشان ينافسوا الموسم الجاي. بقيه الانديه طبعا عامله تعاقدات مميزه، يعني فريق زي مانشستر سيتي بتعاقده مع هالاند، بتعاقده مع المهاجم الفاريز، عندهم صفقات كتير. فلا يعني اعتقد الموسم الجاي هيبقى موسم قوي جدا جدا في الدوري الانجليزي، اقوى كمان من الموسم اللي فات، يعني في تنافس اعلى. طب بعيدا عن الكره في حد ذاتها، شفت ازاي طريقه اعلان محمد صلاح عن تجديده لعقده مع ليفربول والصور المتداوله وردود افعال الشباب كمان على صور محمد صلاح؟ يعني خلينا نتفق ان صلاح نجم عالمي، يعني خلاص طبعا هو نجم مصري كلنا بنفخر بيه، ولكن هو نجم عالمي لا يقل عن ميسي ورونالدو ونيمار، اللعيبه اللي هي اعلانيا ليها براند معين يعني، وبالتالي الاعلان عنه كان مميز جدا، وفكره يعني مميزه، فكره ان هو بيبص في الموبايل ويشوف الناس بتتكلم على ايه، وفكره ناس ان هي شايفه ان هو لا هيجدد لا مش هيجدد والحاجات دي، وبعد كده يلبس التيشيرت ويتصور بالشكل ده. فلا طبعا يعني هما بيتعاملوا، ليفربول نفسه بيتعامل مع براند محمد صلاح مش مجرد لاعب طبعا، فكان مميز جدا يعني. طب بما ان يعني حضرتك ذكرت برضو فكره باريس سان جيرمان، احنا برضو لما نيجي نشوف الارقام كده بتاعت الرواتب، يعني اللي هي ممكن نقول ان هي الرواتب التقريبيه، هنلاقي ان اعلى ثلاث رواتب هي باريس سان جيرمان، وبعد كده بقى تيجي بقى كل انديه، فهل ده ليه مثلا سبب معين؟ والله ليه سبب طبعا، ان باريس سان جيرمان في فرنسا الموضوع مختلف شويه عن انجلترا يعني، وان هو نادي مملوك لدوله، يعني نادي مملوك لجهاز استثمار لدوله، فعندهم قدرات ماليه اعلى بكتير من القدرات الماليه لنادي مثلا زي ليفربول اللي هو تمتلكه مجموعه رياضيه بتدور على الربح بشكل ما، وبالتالي الموضوع مختلف يعني. يعني في تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الموضوع كان وصل مليون، يعني وده طبعا مش بكلام انا، بكلام الوسائل وسائل الصحف وسائل الاعلاميه الاوروبيه والفرنسيه، نتدخل فيه سياسيين كبار جدا، وكان الرئيس الفرنسي كان اتكلم مع مبابي ونصحه بالتواجد في باريس سان جيرمان، واتقال ان هو خد مكافاه اعاده توقيع ضخمه جدا يعني تصل ل 200 مليون يورو، فطبعا ارقام ضخمه جدا. الدوري الاسباني كان استاء جدا من الفكره دي، بسبب يعني ان هو كان مبابي كان وعد ريال مدريد ان هو يوقع لهم، وبعد كده راح جدد مع فريقه، فقدموا التماس للاتحاد الاوروبي للتحقيق مع باريس سان جيرمان، وقال له ان ده فيه يعني خرق كبير لقواعد اللعب المالي النظيف. يعني عامة هتفضل دايما أجور اللعيبة وقيمتهم هي مواضيع مثيرة للجدل دايما كل سنة في نفس التوقيت. احنا نشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد ناصر الناقد الرياضي. هي يعني فكرة ان طبعا بطل مصر يعني يكون الراتب بتاعه يعني تقريبا زي ما احنا سمعنا كده يكون الرابع، والفريقين او اللي هو الثلاث مراكز اللي قبليه هم يعني لنفس النادي، اللي هو اصلا زي ما كان استاذ احمد كده بيتكلم ان هو اسعارهم او يعني رواتبهم هي عالية بسبب اسباب يعني زي ما احنا سمعنا، فاكيد طبعا دي حاجة تدعو للفخر زي ما احنا قلنا. على سيرة الرياضة برضو احنا معانا النهارده او يعني هيكون معانا بعد الفاصل فقره مختلفه، فقره عن رياضه فرديه ولكن ما كانتش موجوده قبل كده، ويمكن ما نقولش حتى عليها رياضه يعني فقره عن انسان ابتدى ان هو يتحدى حواجز معينه وان هو يحاول ان هو يسجل نفسه في موسوعه جينيس للارقام القياسيه. هنعرف اكتر عن الموضوع ده، وهنعرف اكتر يعني انت ليه اصلا ممكن تروح لحاجه زي جينيس وهتستفيد منها ايه وكل الكلام ده، لكن هنعرف كل الكلام ده بعد الفاصل، فانتظرونا.